إذا شباب نحن شفنا الفرق بين الإحساس والإدراك، قلنا الإحساس لا يعبر عن المحسوس، المحسوس هو الشيء، العين لا تعبر عما ترى، لذلك هو عملية ردة فعل على مؤثر خارجي. أما الإدراك هو حكم عقلي على معطيات حسية يفسرها ويعطيها معنى ودلالة بالاستناد إلى المعرفة السابقة. واضح؟ هلا النقطة الخامسة، التمييز ما بين الأفكار والأشياء. طيب اللي ميز بين الأفكار والأشياء الفيلسوف العقلاني المعاصر أو الحديث هو ديكارت. فقط أكد ديكارت على أن الأفكار أحوال نفسية موجودة في داخلنا، يعني أما الأشياء فهي موجودة في الخارج. واضح؟ يعني الأفكار طبعا موجودة بداخل الإنسان، أحوال نفسية، أما الأشياء محاطة بنا. واضح؟ يعني أنت إنسان محاط بالكائنات، بالنبات، بالحيوان، بالجماد، بالإنسان، بالعلوم، بالفنون، إلى ما هنالك، محاط. إذا الإدراك عند العقلانيون يا شباب ينطلق من الداخل إلى الخارج. إذا لذلك أكتبها هون، لذلك الإدراك الحسي ينطلق من الداخل إلى الخارج. وده عند العقلانيين ينطلق من الداخل إلى الخارج. نقطة السادسة شباب، البعد الثالث، إدراك البعد الثالث. ما هو البعد الثالث أستاذ؟ هذا للتأكيد أنه الإدراك عند العقلانيين بده معرفة سابقة. البعد الثالث ليس معطى حسياً، يعني ما بتقدمه الحواس. الحواس بتقدم للصورة بالطول أو بالعرض، هو شغلته وعملته، بتلقطها الصورة أو بالطول أو بالعرض. إذا البعد الثالث لا يعتبر معطى حسياً، لأن الحواس تقدم لنا الصورة بالطول والعرض. مثال، مثال أستاذ، أنا عندما أرى الكرة، وقت بشوف الكرة أحكم بأنها دائرة. شو اللي خلاني أحكم؟ مين؟ الذي يحكم هو العقل. طيب ليش حكم أنها دائرة؟ لأنه استند إلى المعرفة السابقة. عندما أرى شيئا صغيرا يتحرك في السماء، واضح؟ فبيجي العقل بيحكم، بيقول أو طائرة بعيدة أو شهب معين. واضح؟ عندما أرى شيئا بعيدا أو شيء صغير بقول إنه بعيد، وكلما اتضحت معالمه أحكم بأنه قريب. مين اللي حكم؟ العقل. طب كيف استناد على المعرفة السابقة؟ إذن برجع بي، إدراك البعد الثالث. إذن البعد الثالث، يعني ليش قلنا بعد ثالث؟ لأنه البعد الثالث يا شباب بده الحواس طول الصورة، العقل بيحلل وبيحكم بالاستناد إلى المعرفة السابقة، لذلك سموه البعد الثالث. يعني مثل أنا أعطيك مثال أوضح للفهم، أنا أرى من هذا المبنى الواجهة التي تقابلني، من يعب شوفه كله، من لم أدرك المبنى كليته، ولكن أحكم بأنه مبنى عاش السند إلى المعرفة السابقة. أنا أسمع صوت شخص يمر في الشارع فأحكم بأنه صوت فلان لأنني أعرفه سابقا. مت وقت لي خيي بيك بسيارته زمر، أم أنت سمعت الزمور قلت هذا صوت زمور سيارة أبي بالاستناد إلى المعرفة السابقة. إذن البعد الثالث ليس معطى حسيا، لأن الحواس تقدم لنا الصورة
بالطول والعرض. مثال: حينما أرى الكرة فأحكم بأنها دائرة مدركا البعد الثالث، وحينما أرى شيئا صغيرا يتحرك في السماء فأحكم بأنه طائرة مدركا البعد الثالث بالاستناد إلى المعرفة السابقة. طيب، سبعة، النقطة السابعة يا شباب، طبعا بعدنا بالنظرية التعقلية أو العقلانية. الإدراك يمر بمرحلتين. انتبه شوي، ما معنى الإدراك يمر بمرحلتين؟ واضح؟ طبعا في عندك نوع من التعقليين، يعني اللي آمنوا بالعقل كانوا معتدلين شوي. المتطرفون ما عطوا دور للحواس النوب، أما المعتدلون أنه عطوا دور للحواس، أنه شغلتها تنقل لنا الصور. إذن برجع بعيد، يمر الإدراك بمرحلتين. إن التعقليين المعتدلين ربطوا الإدراك بالإحساس أو بالحواس. يعني ربطوا الإدراك ليش بالحواس؟ لأنه طبعا أستاذ بالإحساس عفوا ربطوا الإدراك بالإحساس. هذا كلامه صح. طيب أنا لا أدرك يا خيي، طيب إذا العين ما نقلت لي الصورة كيف بده أدرك؟ إذا الأذن ما نقلت لي الأصوات كيف بده أدركها؟ إذا ربطوا الإدراك بالإحساس. ولكن هذا لا يعني أن الإدراك هو من عمل الحواس. يعني صحيح أنه الإحساس ربطوا الإدراك بالإحساس، بس لا يعني أنه الإدراك هو من عمل الإحساس، لا يعني أنه خاصة النظر هي التي تقول لي أن هذه طاولة أو هذا لوح أو كتاب أو دفتر أو قلم. واضح؟ إذن وإن كان العقلانيون المعتدلون قد ربطوا الإحساس بالإدراك، فهذا لا يعني أن الإدراك هو الإحساس. إذن ما هو؟ شو إذا كان؟ إذن الإدراك هو حكم عقلي على معطيات حسية. إذن فالإدراك هو حكم عقلي على معطيات حسية جزئية يكملها ويعطيها معنى ودلالة بالاستناد إلى الذكريات أو المعلومات السابقة. إذن شو قال؟ صحيح ربطوا الإحساس بالإدراك، بس لا يعني إنه الإدراك هو فعل الإحساس. إذن هو فعل من؟ الإدراك هو حكم عقلي أي فعل العقل الذي يحكم على المعطيات الحسية الجزئية. يعني مثلا شو بيعمل الحواس؟ تنقل لي صورة الشيء مجزأة. يعني العين تنقل لي إجرين الطاولة، ترجع تنقل لي السطح، ترجع تنقل لي اللون، ترجع تقول لي مكانها وحجمها. بيجي العقل شو بيعمل؟
بيجمع الأجزاء مع بعض البعض تطلع عنا طاولة لونها أصفر أو أحمر أو أزرق، عرضها كذا، طولها كذا، إلى مكانها كذا، إلى ما هناك. وهذا إذن لا يعني أن الإدراك هو من عمل الحواس، بل الإدراك هو حكم عقلي على معطيات حسية جزئية يكملها ويعطيها معنى ودلالة بالاستناد إلى الذكريات أو المعلومات السابقة. فينا نقول بالاستناد إلى صور الذكريات أو المعلومات السابقة. من هنا يقول ألان هو أحد العقلانيين. واضح؟ شو قال ألان؟ قال ألان إنه يا شباب، قال إنه الإدراك هو من عمل الفكر وليس من عمل الحواس، بمعنى أننا لا نطلع على الأشياء ونتعرف إليها من خلال الإحساس أو الحواس، بل من خلال الفكر. وعطى مثال: إنني لا أرى من المبنى الذي يواجهني إلا الواجهة التي تقابلني فأدرك بأنه مبنى. ليش؟ بمعنى إنني انطلقت من بعض المحسوس إلى المحسوس كله. يعني أنا العين فرجتني شيء صغير، ولكن من هالشيء صغير وصلت للكل. مثل أعطيت مثال إنه العين عم تفرجيني بناية، الواجهة تأيدي بس، من عم تفرجيني إياها كلها من كل الجوانب، بس العقل شو عمل؟ أكمل باقي الجوانب وعطاني الصورة كاملة بالاستناد إلى المعرفة السابقة، أي من بعض المحسوس نفوز بالمحسوس كله، أي من خلال بعض المحسوس نفوز بالمحسوس كله. إذا ومن هنا يقول الآن إن الإدراك هو عمل فكري وليس من عمل الحواس. وده حيث أننا لا نتعرف على العالم الخارجي من خلال الحواس، بل من خلال الفكر. مثال: اذا طبعا استاذ هون عم يأكد انه الادراك عمل عقلي فكري وليس عمل حسي. واضح؟ مثال: انني لا ارى من المبنى الا الواجهة التي تقابلني، ولكن احكم بانه مبنى. بمعنى اننا ندرك من خلال بعض المحسوس، من خلال بعض ندرك بخلال بعض المحسوس المحسوس كله بالاستناد إلى المعرفة السابقة. إذا برجع بعيد، عم يأكد الآن أستاذ إنه نحن ندرك من بعض المحسوس كله، فلذلك ندرك عبر بعض المحسوس من خلال معرفتنا السابقة. فإننا بمعنى أننا ندرك عبر بعض المحسوس كله بالاستناد إلى المعرفة السابقة. النقطة الأخيرة
المدرسة العقلانية نحن قلنا هني 7 أو 8 نقاط. إذا النقطة الأخيرة إذا هي الأوهام البصرية. إذا عندنا الأوهام البصرية. طيب تبي شو يا استاذ؟ برجع بعيد استاذ، قلنا يا شباب، قلنا راح ارجع عيد بشكل مختصر من الاول. العقلانية سميوا بالعقلانيون لانهم شددوا على أولوية العقل وعلى المعرفة السابقة بتكوين المعرفة، وننطلق بالتسلسل حتى نصل إلى معرفة مطلقة غير مستمدة من معرفة كمعرفة الله أو الأسباب. اثنين، المنطلقات انطلقوا من ثنائية النفس والجسد، فربطوا الوعي بالنفس والإحساس بالجسد. ليش بقولت الإحساس بالجسد؟ ثلاثة، إدراك ميزة إنسانية، بمعنى الحواس مشتركة بين الإنسان والحيوان، أما الفكر ميزة الإنسان، فلذلك سمي الإنسان بأنه حيوان اجتماعي ناطق أو عاقل. 4، ميزوا بين الإحساس والإدراك. الإحساس عمل بيولوجي جسدي، ردة فعل على مؤثر خارجي لا يعبر عن المحسوس، مثل العين لا تعبر عما ترى. أما الإدراك هو حكم عقلي على معطيات حسية يفسرها ويعطيها معنى ودلالة بالاستنادة إلى المعرفة المسبقة. التمييز بين الأشياء والأفكار، يقول ديكارت الأفكار أحوال نفسية موجودة بداخلنا، أما الأشياء فهي موجودة بالخارج. 6، البعد الثالث، بيقول إنه البعد الثالث ليس معطى حسي، فالحواس تقدم لنا الصورة بالطول والعرض، فإنني أرى الكرة ولكن أحكم بأنها دائرة بالاستناد إلى المعرفة السابقة. إني أرى شيئا صغيرا يتحرك في السماء ولكن أحكم بأنه طائرة بعيدة. واضح؟ 7، التمييز أو الإدراك يمر بمرحلتين. ربط العقلانيون المعتدلون الإدراك بالإحساس، ولكن لا يعني أن الإدراك هو فعل الإحساس، بل الإدراك هو حكم عقلي على معطيات حسية جزئية، بمعنى الحواس تنقل إلينا الأشياء مجزأة ويأتي العقل يركبها ويكملها ويعطيها معنى وتسمية ودلالة ومكان وزمان بالاستناد إلى المعرفة السابقة. من هنا قال ألان الإدراك هو عمل فكري وليس حسي، وعطى مثال: إنني أرى من المبنى الواجهة التي تقابلني. عيني بتفرجيني بس الواجهة، ما بتفرجيني كل المبنى، فأحكم بأنه مبنى. ليش؟ بالاستناد إلى المعرفة السابقة. لذلك نحن ننطلق من بعض المحسوس إلى، أو إننا ندرك عبر بعض المحسوس المحسوس كله بالاستناد إلى المعرفة السابقة. كيف يعني؟ يعني أنت بتكون قاعد بالبيت تسمع صوت برا، صوت بعض المحسوس، بس شفت سمعت الصوت عم بتقول هذا صوت فلان. إذن إننا ندرك عبر بعض المحسوس المحسوس كله. واضح شباب؟ طيب في عندي آخر نقطة من النظرية العقلانية، الأوهام البصرية. واضح؟ لما إذا النقطة الثانية، عفوا أنا قلت السابعة، الأوهام البصرية، لما كان الإدراك حكم عقلي فإن الأوهام البصرية سببها خطأ في الحكم العقلي وليس في الحواس. مثال: إن جهلي بقانون الانكسار جعلني أحكم على العصا المغمورة في
المياه إلى نصفها بأنها مكسورة. أستاذ أنت عدم كون الإدراك هو حكم عقلي فخطأ الأوهام البصرية، سبب الأوهام البصرية هو خطأ في الحكم العقلي. مثال، أنت عدم معرفتك السابقة بالفيزياء تجي المسابقة شو بتكون النتيجة؟ ما بتعرف تجاوب. عدم معرفتك بقانون الانكسار تدرك أن العصات المغمورة إلى وسطها في وعاء زجاجي تطلع فيها بتقول مكسورة وبتصدق أنه مكسورة. ليش؟ لأنك أنت جاهل، لأنك لا تملك معرفة سابقة بقانون الانكسار. عدم معرفتك باللغة الإنجليزية بتجاوب غلط. إذن ليش جاوبت غلط؟ لأنه لا تملك المعرفة السابقة. واضح أستاذ؟ هيك بنكون يا شباب يا صبايا انتهينا من النظرية العقلانية. يعطيكم ألف عافية، وبتمنى أستاذ تتابعونا بالدرس، والله يعطيكم ألف عافية، وأي شيء مو واضح قولوا لنا عنه.